بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حلقة جديدة وسيارة جديدة من الصانع الأمريكي جيب. سيارة اليوم سيارة المستقبل، سيارة جيب أفنجر الجديدة 2024. ولكن قبل أن نبدأ حلقة اليوم، جدير بالذكر والتنويه للسادة المشاهدين أننا على مقربة يعني الفصل الصيف، وهذا الفصل هذا كعف تحركات كبيرة على صعيد المواطنين وعلى صعيد مستعملي السيارات والطرقات. إذن الحذر وتوخي الحذر في الطرقات والتزام يعني قانون السير، وطبعا عارفين أن هذه الحركة هذه غادي يكون اكتداد على مستوى الطرقات، خاصة سواء الطرقات الحضرية أو خارج المدار الحضاري. إذن المشاهدين الكرام، نتمنى أنكم تاخذوا جميع الاحتياطات والالتزام بقانون السلامة الطرقية وعدم تجاوز السرعة واحترام التشوير الطرقي. هذه الأمور هذه غادي يمكننا يعني من تخفيف من حوادث السير. كما كتعرفوا أن فصل الصيف كيكون الطرقان عامرين وكتكون حوادث كثيرة يعني في الطرقات. إذن إخوان، عودة مجددا يعني مشاهدينا الكرام لسيارة اليوم اللي هي جيب أفنجر الجديدة اللي كتشوفوا على الشاشة، واللي هي ثورة في عالم السيارات والمحركات. كما كتشوفوا السيارة تبارك الله يعني من ناحية الديزاين فشي حاجة اللي مطورة بزاف من عند جيب اللي معروفة بالسيارات الكبرى بحال جراند شيروكي، بحال الورونغلر، بحال جرونغل صحارى انسو دي سويت. يعني مجموعة ديال السيارات اللي ناجحة عند جيب ومعروفة بالمتانة والصلابة والاعتمادية ديالها. جيب خدت الغمار ديال السيارات يعني الصغيرة واقترحت علينا جيب رينيجيد فيما سبق، كنا درنا عليها فيديو. اليوم جيب جابت لنا سيارة جديدة من سيارات الميني اس يو في او البي اس يو في اللي كتشوفوا على الشاشة، اللي هو جيب افنجر الجديدة. إذن كما قلت لكم ثورة في عالم السيارات من عند جيب، سيارة رائعة ممكن نقولوا تبارك الله وصلى على النبي، سيارة فوق الخيال من ناحية الديزاين، شي حاجة زوينة بزاف. كما كتشوفوا الأضواء الأمامية، جيب احتفظت على الكالندر الأمامي ديالها اللي فيه 7 ديال الفتحات كما شفتوا على الشاشة. من ناحية الخلفية جيب هربانة بزاف كذلك، الأضواء الخلفية كذلك، الباروشوك الخلفي. من ناحية ديال الديزاين الداخلي شي حاجة عاوتاني رائعة ممتازة. في الحقيقة ما يمكنليش نتكلم على الديزاين ديال هذه السيارة هذه، لأنه هو كيهضر على راسو، هو كيتحدث على راسو. نمشيو مباشرة نتكلموا على يعني التقنية، على المحرك، على الجديد في هذه السيارة هذه، وكذلك يعني في آخر فقرة، ونتمنوا تبقوا معنا التالتالي ديال الفيديو لأن كاين بزاف ما يتقال في هذه السيارة هذه. في آخر فقرة نتكلموا على الأثمنة اللي دخلت للمغرب. السيارة كانت دخلت منذ أشهر لأوروبا، واليوم دخلت المغرب في هذا الأسبوع هذا، وارتئينا أن نكونوا متسبقين نتكلموا على هذه السيارة هذه لأنها فعلا تستحق أننا نتكلموا على هذه السيارة هذه، اللي لا من ناحية الديزاين، لا من ناحية المحرك، لا من ناحية الثمن، فشي حاجة رائعة جدا. وحنا ك يعني مؤثرين او لا ك يوتيوبر على في قنوات ديالنا، فما علينا الا نقولوا الناس اللي باغيه تشري طوموبيل في هذا لاكام هذه، فجيب افنجر يعني خير يعني ما اننا نوصيو به. اذا نمشيو مباشره نتكلموا اولا في الفقره الاولى المحرك ديال السياره. المحرك ديال السياره جانا محرك هجين ابريد، رغم ان في اوروبا دخلت يعني محرك ايسونس ومحرك هجين ومحرك كذلك كهربائي، الا اننا في المغرب كبدايه دخل الابريد، وغنتكلموا على الابريد، وان شاء الله الا دخل الالكتريك او ليسونس غادي نتكلموا عليهم كاملين. اذا كما قلت لكم السياره دخلت يعني بموتور هجين ابريد. بشحال غادي بشحال واحد يطرح السؤال يقول لك علاش ما دخلتش في الديزل؟ ما يمكنش سياره جديده تدخل بالديزل، لان نحن على مشارف نهايه الديزل. الديزل ما غيبقاش يعني في الاسواق سواء المغربيه او العالميه، الديزل نحن في النهايه ديالو. يعني اي سياره جديده غتدخل من هنا لصعيدا فما يمكنش غتدخل في الديزل. يعني دابا الان ابريد ومن موراه كاين الالكتريك، الديزل نحن في النهايه ديالو، ما غيبقاش الديزل. يعني هذا السؤال لا داعي ان نسولوه كاع مباشره. اذا كما قلت لكم موتور ابريد فيه موتوريزاسيون ايسونس
وموتوريزاسيون كهربائي. بالنسبه للموتوريزاسيون ايسانس فهو موتور الليتر 2 تيربو لي 7 ديال الاحصنه الجبائيه و 100 حصان شفودين. دو روموتريز رغم ان كاين 4 روموتريز ولكن ما دخلاتش المغرب ربما تدخل لاحقا. الموتور ايسونس 3 سيلندر وموتور قوي 205 نيوتن متر. البواد فيتاس اوتوماتيك 6 رابور وفيها لي باليت فولون يعني مع الفولون كذلك. والكفر ديالو يتسع ل 380 لتر اما الريزرفوار فكيهز حتى ل 440 لتر. هذا يعني في عجاله فيما يخص المحرك. ونوه كذلك ان السياره دخلت في جوج ديال لي فيرسيون الخاويه والعمره. الالتيتود هي الخاويه والعمره هي سوميت. هذا لي دو فيرسيون فيهم نفس المحرك يعني ما كاينش اختلاف في المحرك. هذا المحرك هذا الكونسوماسيون ديالو مويان حوالي 4-5% ككونسوماسيون مويان ديالو ويقطع كيوصل 100 كيلومتر في الساعه في 10 الثواني و9 جزء من المئة. والفيتاس ماكسيموم ديال هذا المحرك هذا كيوصل حتى 184 كيلومتر في الساعة. السيارة مجهزة عن آخرها ومبداو بالتجهيزات ديال الأمن والسلامة الطرقية. 6 ديال لي زيرباك في النسختين لابياس لاسيستين لونتي باتيناج لو اس بي لونتي ديماغاج سيغ لي كوت ديتيكتور فاتيغ فرانشيز موندولين. وكي كتشوفوا السيارة مجهزة سواء الخاوية والعمرة فهي مجهزة بتجهيزات كاملة على مستوى يعني النقل والسلامة الطرقية. ما ننساش كلمة الفيرميتور دي بورت يعني غولون من كتكون سيرا تمشى كتسد عليك البيبان ديتكتور يعني تسوكون فلاج ديال الروايد والبريباراسيون ايزوفيكس او سيستم ايزوفيكس ديال الاطفال كذلك. من ناحيه الكونفور فالسياره مجهزه يعني بالكليماتيزاسيون اوتوماتيك في لي فيرسيون كاملين. اورديناتور دو بور سيستم ستار اند ستوب. السياره كتسكت يعني في ستوبات اون فوا كتوقف السياره فالمحرك كيسكت وهذا يعني باش على الكاربيرون يعني توفر لينا الكاربيرون. ريغولاتور دو فيتاس ادابتاتيف فرانا ماء الكتريك وليكرون تاكتيل في لي فيرسيون كاملين. كوكبيت ديجيتال في العمرة كذلك. بالنسبه للليكتور دو بانو في لي فيرسيون كاملين. ليد دو ستاسيونمون في لي فيرسيون كاملين. كوموند فولون في لي فيرسيون كاملين. كوموند فوكال كذلك في لي فيرسيون كاملين. فولون ريغلا في لي فيرسيون كاملين. لي روتروفيزور الكتريك في لي فيرسيون كاملين ولكن العمره كتجينا بريتروفيزور رابطابل وكتجينا حتى بالكفر الكتريك بالهيون الكتريك في العمره. سيستم ليبر في لي فيرسيون كاملين سواء الخاويه او العمره. وسيستم بيان سور بلوتوث حتى هو والابل كار والاندرويد اوتو في لي فيرسيون كاملين. اما الشارجور سون فيل بار اندكسيون فهذا كيتوفر فقط في النسخه العمره سوميت اللي كنا تكلمنا عليها. بالنسبه للي جونت فلي جونت 17 بوس في الالتيتود. اما سوميت العمره فكتجيب لي جونت 18 بوس بيان سور الومنيوم. سالري تيسو في لي فيرسيون كاملين. فولون كوير في لي فيرسيون كاملين. لي فو دو جور ليد ولي فار فول ليد في لي فيرسيون كاملين. توا بانوراميك اوفرون في لا فيرسيون العمره سوميت. اما الفيرسيون الخاويه فكتجي طوال عادي. ولي فيتر تانتي في العمره كذلك. هذا كان ملخص عن يعني كاع لي زوبسيون اللي جابتهم هاد السياره هادي. وكما كتشوفوا سياره مجهزه بجميع لي زوبسيون اللي معروفين في السيارات. انا الحقيقه السياره عجبتني خاصه من ناحيه الديزاين من ناحيه المحرك من ناحيه كذلك لي زوبسيون فما علينا نقول عليها 10 على 10 يعني هاد السياره هادي كنصحوا بها. مازال ان شاء الله نقدروا نزيدوا حلقات اخرين على هاد السياره هادي خاصه الى جاو دي فيرسيون اخرين او لا موديلات او لا محركات اخرين. كما قلت لكم في الاوروب داخله حتى بالالكتريك وداخله بليسونس. هنا في المغرب دخلوا غير الهبريد وحق وصراحه الهبريد في هذا الوقت هو المنصوح به حاليا خاصه ان الالكتريك مازال ما مجهزينش يعني المدن يعني كامله ديال المغرب بلي شارج في يعني في لي ستاسيون. نتمنوا هذه المساله هذه تعمم باش اننا يدخلنا الالكتريك ونستمتعوا عاوتاني بثقافه الالكتريك. الى بقات لنا طبعا الفقره الاخيره اللي هي الاثمنه. ندوزوا مباشره للاثمنه. فالسياره كتنطلق بواحد الثمن مميز 29.800 بالنسبه للالتيتود. اما
سوميت فكتوصل 32700 بالطبع بدون مصاريف الصباغه الرماديه ومصاريف الصباغه اللامعه ومصاريف البطاقه الرماديه عفوا. الى بغينا نزيدو غنزيدو حوالي 12000 او 13000 درهم ديال هاد المصاريف هذه. طبعا هاد الاثمنه اللي كاينه حاليا ربما ماشي واحد يشوف يشوف الفيديو يعني في وقت لاحق فيقدر يلقى شي فرق في الاثمنه لان الاثمنه كتتغير يعني مع المده تقدر تزيد تقدر تنقص. فبالتالي انا كنعطيكم الثمن الحالي اللي كاين حاليا مستقبلا ما عرفناش يقدر يزيد ويقدر ينقص. الى هنا مشاهدينا الكرام الى عجبتكم الحلقه ما تنساوش الاعجاب بالفيديو. اللي ما مشتركش مرحبا به معنا في عائله سيارات المغرب كار ماروك. شكرا جزيلا على المتابعه. كان معكم خالد ابو ملك من قناه سيارات المغرب. شكرا على المتابعه. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. اطيب المنى.